نفتح هذا الملف وهذا الموضوع مع مدير منظمة ستيب للديمقراطية والانتخابات الأستاذ سربس مصطفى. أهلا ومرحبا بك ضيفا عزيزا. نتحدث يعني حول قرار المحكمة الاتحادية حل مفوضية انتخابات كردستان، كيف يقرأ، كيف يعتبر، هل هو فعلا سلبا لحق الإقليم في إدارة انتخاباته بمفوضية كردستانية منبثقة من الإقليم؟ تفضل. نعم، شكرا جزيلا لكم، تحياتي لكم ولجمهوركم الكريم. نعم، في الأنظمة الفيدرالية وفي كثير من الدول فإن الإدارات المحلية هي التي تنظم الانتخابات. مثلا في الولايات المتحدة الولايات هي التي تدير الانتخابات، ولا توجد في كل الولايات المتحدة مفوضية عليا تقوم بإدارة وتوجيه الانتخابات في جميع البلد. وبناء على هذا المفهوم الدول الفيدرالية فإن باعتقادنا يحق للأقليم أن تكون لها مفوضية خاصة تدير الانتخابات المتحدة متعلقة فقط بالاتحادية، فمن حق المفوضية العليا مستقل الانتخابات إدارة هذه الانتخابات، ولا يجوز للإدارات المحلية تنظيمها. لكن هذا القرار جاء مكملا لقرار سابق فيما يخص وجود السلطة المطلقة لإدارة الانتخابات في الأقليم بالنسبة لمفوضية الانتخابات. هذا القرار باعتقادي بها جانب إيجابي وبها جانب سلبي. الجانب الإيجابي هو أن تمكن المفوضية العليا مستقلة للانتخابات من إدارة هذه الانتخابات التي تأخرت كثيرا خاصة بعد تمديد عمر البرلمان. الجانب السلبي أنه يحرم الأقليم الذي الدولة العراقية هي دولة لا مركزية بمواد واضحة وصريحة في الدستور العراقي، وبالتالي هذا المادة يحق للأقليم أن تكون لها مفوضية تقوم لها هي نفسها بإدارة الانتخابات فيما يتعلق بالبرلمان أقليم كردستان أو مجالس المفاوضات الأقليم. طيب، هل فقط هذه النقطة أم أيضا يعني عملية تحديد عدد مقاعد برلمان أقليم كردستان هو ليس من صلاحية المحكمة الاتحادية؟ هذا فقط بسؤالك، أما تحديد عدد مقاعد البرلمان الدستور العراقي واضح في المادة 49 فقرة علي بأن حدد 100 مقعد واحد ل 100,000 نسمة، وكل قوانين الانتخابية في العراق لم تلتزم بهذه المادة باعتبار لا يوجد إحصاء سكاني ولا توجد تقديرات دقيقة، وبالتالي مضت. وبالتالي حسب هذه المادة يفترض أن تكون عدد مقاعد مجلس النواب العراقي 410 مقاعد وليست 329، وبالتالي إذا كانت يحق لمجلس النواب يفترض أن يحق للبرلمان الأقليمي، فإن تحديد 100 أو 110 ليست من اختصاص المحكمة الاتحادية، لأن 11 مقعدا إضافية تتعلق بالكوتا، والكوتا لأن قرار المحكمة الاتحادية ألغت المقاعد المخصصة للكوتا في الأقليم، في حين أن هذه المقاعد موجودة في مجلس النواب أيضا، وبالتالي إذا كان لا دستوري في الأقليم فكيف يكون دستوري بالنسبة لمجلس النواب. أيضا بالنسبة للمحكمة الاتحادية ليس من اختصاصها تحديد الدوائر الانتخابية وتحديد النظام الانتخابي، لأن لا يوجد في الدستور العراقي أولا أي إشارة لنوع النظام الانتخابي ولا لعدد الدوائر الانتخابية. ومجلس النواب أو البرلمان الأقليمي يفترض النائب فيها يمثل الأمة، وبالتالي في اعتبار الأقليم دائرة انتخابية واحدة أو العراق دائرة انتخابية واحدة إذا هو الأفضل، لأن النائب يفترض أن يمثل جميع أبناء الأقليم. طيب، أو جميع أبناء العراق وليس منطقة بمعنى واحدة. هذا كيف يعتبر، كيف يقرأ، هل يعتبر تجاوزا يعني على صلاحيات الإقليم الفعلية التي نصت وحددت وأكدت عليها عندما نتحدث الدستور العراقي؟ اختصاصات المحكمة الاتحادية واضحة ومحددة في المادة 93 من الدستور العراقي، وهذه المحكمة للأسف تتجاوز هذه المواد بأكثر من قرار. والأغرب أنها أخذت مكان الهيئة التشريعية أو
البرلمان في الإقليم أيضا بأن هي التي أصاغت عدد من المواد التي تم نقضها كونها غير دستورية حسب قرار المحكمة الاتحادية، وبالتالي فعلا هذا التجاوز على الإقليم وهذا التجاوز على أيضا الدستور العراقي نفسه وعلى أسس النظام الفيدرالي، وبالتالي هذا ربما أيضا بحق المكونات في الإقليم، لأن حرمانه من عدم التمثيل سيؤثر على الوضع السياسي في الإقليم وستكون سببا إضافيا آخر بأن أبناء هذه المكونات يتركون البلد، لأنه لا توجد هنالك تمثيل سياسي، لن يكون هنالك تمثيل سياسي لهم في المجلس المنتخب القادم في البرلمان الإقليمي. أستاذ مصطفى، يعني نحن فقط خصصنا ملف الانتخابات معك، يعني هناك قرارات عديدة يعني ذهبت بها أو يعني صدرت من قبل المحكمة الاتحادية بخصوص إقليم كردستان، لكن برأيك بشكل عام يعني إلى ماذا ستقود تلك القرارات والتي بات يفسرها البعض بأنها أشبه بنسف لكيان الإقليم الذي هو دستوري في الدستور الاتحادي؟ للأسف يعني القرارات المحكمة الاتحادية يعني بعد 2019 أخذت منح آخر، وكثير منها لها نفس سياسي ولا يستند على روح الدستور العراقي نفسه ولا على أسس تكوين الدولة العراقية بعد 2003. القائمة على أساس الفدرالية وعلى أساس التفاهم بين المكونات الأساسية فيه، والأقليم كان موجودا منذ 1992، وهنالك توجه واضح لدى النخب السياسية الحاكمة في بغداد إلغاء الفدرالية في العراق والعودة إلى الدولة المركزية، وهذه واضحة في قرارات سياسية، بقرارات حكومية، بقرارات وقوانين صادرة من تصدر من برلمان الإقليم، بقرارات من المحكمة الاتحادية وإلى آخره، وهذا التوجه واضح للأسف، والاستمرار فيها لن يكون لا في مصلحة العراق ولا في مصلحة الإقليم. نعم، من دهوك مدير منظمة ستيبل الديمقراطية والانتخابات الأستاذ سربست مصطفى، شكرا جزيلا لك.